يوما بعد الآخر تتأزم مشكلة الليرة التركية، تراجعات تلو تراجعات وسياسات نقدية لا تنفع في يوم تحتاج فيه السياسة النقدية أن تكون بمعزل تنفيذي عن السياسة الكامنة طبعا في تركيا. نحن نتحدث عن تراجعات اليوم في الليرة التركية تعيدنا إلى شبح عام 2001 عندما انهارت لدينا الليرة لأسباب كثيرة، فهل يتشابه ذاك السيناريو بالسيناريو الحالي؟ اليوم نتحدث عن تراجع للليرة التركية عند أدنى المستويات تقريبا التي نلاحظها في الآونة الأخيرة، وكان للبنك المركزي التركي العديد من التحركات من أجل السعي لتخفيض أسعار الفائدة في وقت يجب أن يقوم بتجديدها لمحاربة التضخم الذي ارتفع لدينا لأعلى مستوياته في 24 عاما إذ وصل تقريبا إلى 7 أو 78%. أما أسباب ارتفاع التضخم تحديدا في تركيا تعود إلى سياسات التيسير النقدي المستمرة، انخفاض قيمة العملة مما جعل من القوى الشرائية لليرة التركية مقابل السلع المستوردة من الخارج هي الأقل، وبالتالي انعكس ذلك على أسعار السلع النهائية. الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية العالمية الذي جاء نتيجة مشاكل تتعلق في سلاسل الإمداد. إذا ما نظرنا تحديدا إلى الأزمات التاريخية التي مرت على الليرة التركية، نتحدث عن أزمة عام 1994 عندما قامت الحكومة بتحويل 50% من الودائع بالعملة المحلية إلى ودائع بالعملات أجنبية، وكان هنالك فشل في خفض عجز الميزانية إلى 14%، مما أدى إلى هروب رؤوس الأموال وانهيار سعر صرف الليرة التركية. أيضا كان هنالك بيع لاحتياطيات النقد الأجنبي والتي كانت تصل في ذلك الوقت إلى 6 مليارات و300 مليون في العام 1993 لتتراجع إلى 3 مليارات بنهاية مارس 1994. في أبريل من عام 1994 نهجت الحكومة برنامج التقشف مما أدى إلى انخفاض الليرة إلى مستويات أيضا تعد قياسية، تراجعت بقرابة 76%. ليست هذه الأزمة وحدها التي كانت قد عصفت بالليرة التركية قبل أن تعيد النظر فيها الحكومة وتقوم بشطب أصفار ست. كانت هذه طبعا المحاولة هي لتقليل التضخم على عملة ورقية كانت لا يمكن حملها في ذلك الوقت. في العام 2001 تم تعويم الليرة التركية مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي وجدنا الليرة التركية في أول يوم تداول لها سجلت هبوط حاد أمام الدولار ووصلت حتى العام 2005 إلى هذه التراجعات. كما ذكرت تم شطب 6 أصفار من طبعا على يمين الليرة التركية لتفادي التضخم الكبير جدا فيها. منذ العام 2005 وحتى العام 2009 تم بيع أصول بقيمة 30 مليار دولار أمريكي. في العام 2018 عادت أزمة سداد الديون لتركيا التي بلغت تقريبا 179 مليار دولار مما أدى إلى هبوط الليرة التركية 40%. منذ ذلك التاريخ تم تسمية الكثير من محافظي البنك المركزي التركي، ولكن أي من سياساتهم لم تعجب رجب طيب أردوغان التي تدخل في أكثر من مرة بإقالات وتعيينات سواء كان لوزارة مالية أو لرئيس البنك المركزي. فهل يمكن أن يتم إعادة سيناريو 2001 مع أزمة هذه المرة؟ التضخم اليوم يصل عند أعلى مستوياته في 24 عام، ونتحدث عن زيادة متوسط التضخم بالنسبة لمجموعة العشرين بحدود 31%. العجز التجاري يصل إلى 184.3% على أساس سنوي في يونيو، ومؤشر ثقة الاقتصاد عند أدنى مستوى له على الإطلاق في العام 21 أي 2021 انخفض صافي احتياطات البنك المركزي بالعملة الأجنبية لأدنى مستوياته في 20 عام وصل لسبع مليارات دولار. كل هذه الأزمات أدت بالتأكيد إلى تراجع سعر صرف الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها حتى الآن.